اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير. كل يوم تظهر صور جديدة من عطلة مارت رمضان ديمير مع حبيبته افرا سراج اوغلو مع صديقهم سيزار اريغي في اسبانيا، تحديدا في ماربيلا، حيث نشر سيزار عدد من الصور خلال هذه العطلة. من ضمنها نشر هذه الصورة لصديقه مارت رمضان ديمير، وأيضا نشر هذا الفيديو من ساحل البحر. كذلك هذا إعجاب أفرا سراج أوغلو على منشور صديقهما سيزار أريغي. هل برأيكم سنرى صورا وفيديوهات أخرى من هذه العطلة لمارت وأفرا؟ أم إن هذه آخر الأشياء التي سيتم نشرها من عطلتهم؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء بفيديو جديد.